أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. الأكل بتاعنا النهاردة من المطبخ الغربي يعني انترناشنال، بنروح على السعودية، الشعب السعودي الشقيق، بنروح على الكويت، بنروح على الإمارات، بنروح على كل الأردن، فلسطين، ما بنسيبش بلد ولكن بنجيب الأكلات المشهورة منها. جاء على بالي النهاردة أسافر على اليونان، يعني قبرص، يعني أثينا. طبعا الناس الطيبين دولت عندهم ثقافة في الأكل عجبتني أنا شخصيا. من نعم ربنا على الإنسان خلق كل حاجة سواسية، البطاطس والبتنجان، فراخ، لحمة، في أي مكان في بقعة الأرض كلها. ولكن كل مطبخ له ثقافة في إعداد الأكلة واستخدامه للتوابل اللي هي رمز البلد أو رمز عنوان الأكلة. اللي إخواننا اليونانيين بيستخدموا دايما الزيوت بتاعتهم زيت الزيتون. بيعجبنا عندهم مش معلقة قشطة مثلا على الرز عشان يبقى الرز طعمه حلو، السمنة البلدي، لا خالص، ما يسمعوش عنها دي. استخدامهم الدهون بتاعة الخروف اللي هي بتاعة الخروف، دهن الخروف في تسوية الأكل، وزيت الزيتون، دول حاجتين أساسيين في المطبخ اليوناني. كمان الأعشاب العطرية زي الروزماري والزعتر والريحان والبردقوش، ده أساسي في كل الأكلات بتاعتهم. يعني الكزبرة الخضراء والبقدونس والشبت أعتقد ما يسمعوش عنها كمان. فالنهارده مع بعض هنعمل اشهر الاكلات من المطبخ اليوناني. اللي بيروح على اليونان، على قبرص، على اثينا، يقول لك اكلت الموساكا. ايه الموساكا دي بقى؟ الموساكا هم شاطرين فيها قوي على فكره، ولكن اساسياتها بطاطس وبتنجان. يا سبحان الله، كل يوم قدامنا البطاطس والبتنجان ولحمه مفرومه. ممكن نستبدل اللحمه المفرومه بدجاج مفروم، ولكن اساسا عندهم لحم مفروم ضاني، ولازم يكون ضاني. هنشوف الموساكا نعملها ازاي بطريقه سهله وبسيطه، وخلينا النهارده نستمتع باشهر الاكلات من المطبخ اليوناني. عندهم كمان هورتا فريستا، الاسم غريب شويه، اللي هو الخضار السوتيه. الخضار السوتيه عندنا يا اما جزر، يا اما كوسه، يا اما بطاطس، يا اما بروكلي، ده اساسي. هم طبعا عندهم الخضار السوتيه بتاعهم ورقيات اللي هي الهورتا فريستا، سبانخ، جرجير، خس، كل ده بيتعمل ازاي؟ اكيد في تفاصيل واكيد في طعم يوناني ولكن بخفه دم مصريه. المكرونه عندهم مش مكرونه مع صوص بولونيز، ولا هي مكرونه مثلا بالبشاميل اللي احنا عارفينها، لا خالص، مكرونه بتتسلق، بتاخد زبادي او طحينه، وبيعتبر نوع من انواع المقبلات، بيتقدم بارد، بيبقى لطيف وجميل. تعالوا مع بعض نعمل الهورتا فريستا. الاسم صعب مالناش دعوه بيه، ولكن لما نشوف محتوى الاكله بجد يفتح النفس. خس وسبانخ وجرجير، والجرجير بتاعنا المصري لا يعلى عليه طبعا، الارض الطيبه. الخس كابوتشا، يعني قريب قوي للهندبه بتاعته، والسبانخ بتاعتنا طعم تاني، والجرجير وبصلايه ناعمه، فص توم ناعم، زيت زيتون وعصير حامض وروزماري وزعتر، هي دي المقادير. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله. ده الخضار السوتيه بتاعهم. حلو. طيب، طاسه شديده الحراره على النار، ونطفي النار دي مش عايزينها عشان نوفر كهرباء، ولما تكون واقفه في المطبخ غاز ما يتفتحش على الفاضي، كهرباء ما تتولعش على الفاضي، بلاش اي لازمه. هننزل بالزيت. حلو. احنا عارفين الخضار شكله كتير قوي طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، بس مجرد طبعا ما يشم النار ده بيهبط. بننزل ببصلايه كده ناعمه، بستناش عليها لما تاخد لون، انا بشوحها كده بس. شويه توم برضو، الرز، الزعتر بتاعنا بالشكل ده كده اهو، الروزماري يا ويلي ينزل زي ما هو كده، شفت الجو ده كده اهو، حلو قوي. عندنا من الماء المغلي، شوف بقى التركايه، ميه مغليه هناخد منها كده. هورتا فريستا نظبط الملح، اللهم صل على النبي. الملح ده اللي هو اللي بيخلي الخضار ياخد لونه الطبيعي اهو. شويه فلفل اسود، تمام. قلبنا كل ده مع بعضه، طعم هنا جميل جدا على فكره اهو، شوربه اهي. تاني عملت ايه يا شيف؟ شفت الروزماري سليم زي ما هو ازاي عشان ارفعه بعد كده اهو. تاني خدت زيت الزيتون، نزلت ببصلايه ناعمه، فص توم، ما استنيتش عليهم لما يحمروا عشان ما يمرروليش الصوص ده كده. بعدين
تبلتهم ونزلت عليهم بميه مغليه بالشكل ده كده. الميه المغليه اللي عندي دي اللي انا هسلق فيها المكرونه هي مسلوقه جاهزه معايا زي الفل. باخد الخضار بتاعنا. ايه الخضار يا عم الشيف؟ سبانخ ورقيه، الجرجير الورق بتاعه، خس كابوتشا بالشكل ده كده، كله مع بعضه. ايه الاول وايه التاني حسب يعني رصة ايدك كده، مفيش مشكلة. اهو اهو املي الحلة وما تخافيش، انت بس هتغطيها دلوقتي لمدة دقائق معدودة، هتلاقوا دول هبطوا معاك كده يملوا طبق كده صغير يعني، خلي بالك. اهو ده جرجير. الناس اللي مش بتاكل الجرجير ويقول لك حامض وبيعمل لنا سبايسي والجو ده كله، الجرجير هو ده طعمه. اهو بس يتغسل الاول وبعدين نصفي الميه مره واتنين وتلاته. الجرجير بياخد وقت كبير في الغسيل عشان ينضف، غير السبانخ وغير الخس. اللهم صل على النبي. تعالي يا ست هرطه. ده ما يتقلبش، ده زي ما هو كده هنغطيه. زي ما هو غطى فين. البخار هيطلع من السائل اللي انا حاطه، هيخلي الخضار ده يهبط كله مع بعضه بالشكل ده كده. يلا مع السلامة. لازم يكون غطا محكم ونار شديدة تحت منه. فطير مشلتت نطلع على المنوفية. الله بالسمنة البلدي، ما تقوليش في ست هناك طيبة بتبعت لي فطير مشلتت في الشهر مرتين، بعشقه. تعالوا مع بعض نشوف الهورتا فريستا. خلينا في اليونان. ايه الجمال والحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوة دي؟ الشيف مغازي بقى يحط ايه التركاية بتاعته مع تشكيلة الخضار، الخس، السبانخ، جرجير. هتعمل ايه يا شيف؟ تعمل ايه؟ هو ده. ده نعناع. هو ده. حطيت ايه؟ ورق النعناع. النعناع علشان دي فيها توم، بتدي فليفر حلو، بما ان اخواننا اليونانيين بيحبوا التوابل اللي فيها فليفر والاعشاب. شايفين الحله كانت مليانه ازاي؟ راح فين الخضار ده؟ لا خالص خالص يا فاروق. الكمون ولا الكزبره دي تحطها على فكره يا اخوانا. انا معلومه حلوه ليا صديق في اليونان، قاعد في قبرص، بيقول لي بنعشق الارانب بتاعتكم. هديته من مصر ان انا اخد له الارانب، بياكلوها هناك مسلوقه كده معاها خضار، وبعد ما تتسلق يتحط لها عصير ليمون والشوربه بتاعتها. قريبه لطريقتنا يعني، بس احنا ناخد الشوربه نعمل عليها ملوخيه هم يشربوها، اسمها كونسومية الأرانب. عارفين يا فندم كده؟ زي الفل. شايفين الهرطة؟ الهرطة الهرطة. الله، أنا شلت الروزماري أهو، ده الروزماري كنت حاططها على عروق سليمة زي ما هي كده. أنا ليه شلتها؟ حد سألني السؤال ده، كان نفسي حد يسألني السؤال ده. لو قطعت الروزماري وحطيته لما ناكل الخضار ده هيبقى له طعم، ده لما يجي تحت أسناننا هيبقى فيه شوية إيه؟ قاسي شوية. فأنا طبعًا خدت الفليفر والطعم بتاعه وخيره يعني وهخلص منه. تعالوا نغرف الهرطة في الطبق الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. لا خلي ده للمكرونة ونغرف دي هنا كده. اللهم صل على النبي. تستاهل الطبق الحلو ده. مش هنحط أي حاجة خالص، هي حاجة واحدة بس هنحطها علميا يعني. إيه هي؟ الليمون. مش هتحط دلوقتي الليمون، ده وقت التقديم. ليه يا مغازي؟ عشان الليمون هيسود لك السبانخ وهيسود لك الجرجير. الليمون يا اخوانا لو اتحط على السبانخ وهي سخنه لانها غنيه بالحديد والاكسده بتاعتها عاليه هيسودها. فالليمون يتحط على الاكله دي واحنا بناكل منها كده بعد ما تبرد شويه، خلي بالك. الهورتا فريستا، ما تنسيش الاسم. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه، قدرنا نخترق المطبخ اليوناني بنوجه للشعب اليوناني قبرص واثينا والناس الطيبين، بنوجه لهم تحيه كبيره. احنا النهارده بناكل من مطبخكم اكله مشهوره عندكم اسمها الموساكا، مكوناتها بتنجان وبطاطس من خير ارضنا، عملناها مع لحم ضاني مفروم. عملنا الهورتا فريستا اللي هي عباره عن تشكيله من الخضار يتصدرها في القائمه البطل المصري الجرجير والسبانخ والخس، كل دول مع بعض مع زيت زيتون وعصير ليمون، تفاصيل كتير جوه الحلقه. طبق مقبلات جامد جدا، انا لازم اجرب المكرونه دي بعد ما اخلص الحلقه بجد. في مايونيز وفي طحينه وفي زبادي، وزي ما قلت لحضراتكم هرم غذائي، بروتين بنلاقي فيها، كربوهيدرات فيها،
جمبري جامبو فيها اللي هي اوميجا 3، واحنا الجمبري بناكله ليه؟ لانه اوميجا 3 حلو وفوسفور موجود في الطحينه بتاعتنا الجميله. رؤيا فن ابداع النهارده من اليونان، والكلام ده بنشوفه كل يوم منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.